شوفي يا أختي، زوجك هو ما عنده مشكلة أنه يقول لا. زوجك مصاب بشيء اسمه متلازمة أذن جحا. شلون يعني دكتور؟ أول مرة أسمع بهذه المتلازمة. يعني جحا لما سألوه وين أذنك وش قال؟ قال هذه. أوكي. عادة المصابين بمتلازمة أذن جحا هذول يكون نتاج عن أن إنسان يحس نفسه مبتذل في المجتمع، ما عنده رأي، يحاول يعطي رأي مختلف عن الآراء الموجودة، وهذا يجي نتيجة الضغوط. فأظن أنك تقريبا أنت دائما تحاول تفرض رأيك عليه. لا. حتى أنت بعد؟ لا لا لا، أنا مو بقصدي لا، بس أنه ترى والله أمه وخواته. إيه، هنا الفكرة أنه أنت من ناحية، أمه وخواته من ناحية ثانية، تنتفت أذان الرجال يعني. طيب دكتور شو الحل؟ لأن أنا مرة ودي أروح الويكند شاليه وقاعد يقولي لا. شوفي ركزي أخي عبد الله، وش رأيك تروح أنت والمدام الشرقية تغيرون جو هناك؟ لا نخش ليه؟ ليه شرقية وخسائر؟ شفتي؟ الموضوع بسيط. المصابين بمتلازمة أذن جحا غالبا إذا أنت امرأة وفي رجل مصاب بمتلازمة أذن جحا، شو تسوين معه؟ ترميله بعيد يجيك قريب. الموضوع جدا بسيط. الآن تقدروا تروحون بيتكم. لا أنا بقعد هنا.